لتحضير الأوريو تشيز كيك 12 حبة من الأوريو نطحنهم ونحطهم بكاسة على جنب. لتحضير الكراست رح استعمل 30 حبة من الأوريو نطحنهم ونضيف نص كوب من الزبدة دوبناها ومنطحنهم. بقالب التشيز كيك رح حط الأوريو اللي طحناه وزعهم بهالشكل ليصير القالب بهالشكل. بهذا الوقت 680 جرام من جبنة الكريمة بحرارة الغرفة، كوب من السكر وبنخفقهم، نص ملعقة ملح صغيرة وبنخفقهم، بنخل فوقهم 3 معالق كبار من الطحين، نص كوب من الكريمة الحامضة وبنخفقهم، ومنضيف 3 بيض بشكل تدريجي نحن وعم نخفقهم، البيضة الثانية التالتة وصفار بيضة وملعقة صغيرة من الفانيلا. رح ضيف فوقهم الأوريو اللي طحنيهم أول خطوة ومنقلبهم مع بعض. بالقالب اللي عنا رح حط قسم من الخليط، منكسر فوقهم أوريو، كمان قسم من الخليط وفوقهم أوريو، وهيدي الطبقة الأخيرة من الخليط. طريقة خبزه كتير مهمة. أول 10 دقايق على حرارة 180، بعدين مننزل حرارة على 150 ومنخليه لمدة 45 دقيقة، منرجع منخليه بالفرن لمدة ساعة من دون ما ندور الفرن. والتشيز كيك من بعد ما شلناه من الفرن منخليه ليلة كاملة بالبراد. مندوب كباية من الوايت شوكلت مع 3 كوب من الكريمة، وبس يصيروا بهالشكل منشيلهم ومنحطهم على جنب، ومندوب دارك شوكلت مع شوي من الكريمة، وهيك الدارك شوكلت دابت من بعد ليلة كاملة بالبراد. نتأكد انه ما في شي ملزق من حوافه ومننقله على صحن التقديم. رح اسحب البارشمنت بيبر بهالطريقة، رح حط فوقه الوايت شوكلت اللي دوبناها وفوقهم الدارك شوكلت، وبعود الخشب منخلطهم بهالطريقة. بهيدا الوقت منخفق كبيتين من الهيفي كريم أو كريمة الخفق مع ربع كوب من السكر الناعم، شوي من الفانيلا، ومنخفقهم ليصيروا عنا بهالشكل، ومنزين التشيز كيك بالكريمة. أكيد ممكن تزينوه بطريقة أحلى من هيدا، ورح زينوه بالأوريو. وهيدا الأوريو تشيز كيك صار جاهز، وشكله قدي بشهي. ولندوق التشيز كيك، خطير قد ما طيب. واو ودسم، يعني اللي عم بيعمل دايت ما يشوف الوصفة، بس كطعمة ولا أطيب، كتير طيب رهيب يومي. جربوه وصحتين.